جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يستفاد منه أدب عظيم من آداب العلم. ففي قوله شديد بياض الثياب إشارة إلى تحسين الهيئة في مجالس العلم. أخبرني عن الإسلام. فينبغي على العبد أن يسأل عن الإسلام الذي يحصل به الخيرات وتندفع عنه به الشرور وتقيم الصلاة، فإذا الصلاة حق البدن وشكر نعمة البدن، تؤتي الزكاة والزكاة حق المال، وشكر الله تبارك وتعالى على نعمة المال. ولهذا من جمع بين الصلاة والزكاة جمع بين أداء الحقين جميعا، حق الله جل وعلا وحق العباد. والعبد إذا أخلص في معاملة الله وأحسن إلى عباد الله كان من أحب العباد إلى الله. ثم قال أخبرني عن الإيمان. وهذا يدل على أن العبد ينبغي عليه أن يسأل عن الإيمان وأن يتعلم ما يحصل به هذا الأصل العظيم المصحح للأعمال، وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقضاء والقدر من أعظم ما تطمئن به النفوس ومن أعظم أسباب السكينة والأمن النفسي. أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. فإن لا أعلم نصف العلم، وكما قال العلماء من أخطأ لا أعلم أصيب في مقاتله. ومن هذا الذي يعلم كل شيء؟ وذلك ورد عن بعض السلف الأحمق هو من يجيب الناس عن كل ما يسألوه عنه. ففي هذا الحديث حلية العالم والمتعلم، يعني كيف يكون العالم وكيف يكون المتعلم، لأن جبريل عليه السلام جمع بين الأمرين، فهو في صورة متعلم ولكن في الحقيقة هو يعلمنا. قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قناة الهدى للإعلام الدعوي تقدم.